بالفعل بلدة بيتا هي ثكنة عسكرية مغلقة، يعني يقوم الاحتلال بأعمال تنكيلية من خلال كما تشاهدون الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لبلدة بيتا ويقوم بتفتيش كل مركبة تقوم بالدخول أو الخروج من وإلى بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. شهدنا ساعات طويلة حقيقة التي تعرضت لها بلدة بيتا من خلال الاقتحامات المتكررة لساعات طويلة ليلة أمس وحتى فجر هذا اليوم. قوات الاحتلال قامت بتفتيش أكثر من 500 منزل حقيقة داخل هذه البلدة، وقامت باستجواب الشبان والمواطنين والشيوخ والنساء وإجراء التحقيقات الميدانية معهم، بالإضافة أيضا إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي قامت باقتحام البلدة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق. شاهدنا قوات الاحتلال فجر هذا اليوم تطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي داخل بلدة بيتا عندما يعني دخلت هذه البلدة، وقامت بالعبث بعشرات محتويات المنازل داخل هذه البلدة، بالإضافة أيضا إلى يعني تسجيل العديد من الاعتقالات من داخل البيوت في بلدة بيتا جنوبا. كما تشاهدون عشرات المركبات التي تتكدس في هذه اللحظات عند المدخل الرئيسي لبلدة بيتا، تحاول هذه المركبات الخروج من بلدة بيتا والتوجه إلى مدينة نابلس أو إلى المحافظات الأخرى، وهناك أيضا مركبات أخرى تحاول الدخول إلى بلدة بيتا، لكن قوات الاحتلال تمنع كل مركبة. ربما دان يكون الخروج من بلدة بيتا نوعا ما سهل، لكن عملية الدخول إلى بلدة بيتا تحتاج تدقيق في هويات المواطنين. أثناء يعني هناك بعض الأوقات لا يسمح الاحتلال بدخول المركبات داخل بلدة بيتا. هذا اليوم تعطلت العملية التعليمية بشكل كامل داخل بلدة بيتا، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل الدوام المدرسي لطلاب بلدة بيتا، ونتحدث عن أكثر من 5000 طالب اليوم لم يتوجهوا إلى مدارسهم بفعل هذه الإجراءات الاحتلالية داخل بلدة بيتا. هذا فيما يخص بلدة بيتا، لكن نتحدث عن أيضا تعطيل العملية التعليمية بالأمس في بلدة بيت فريق شرق مدينة نابلس، عندما قامت قوات الاحتلال بإغلاق الحاجز لهذه البلدة لساعات طويلة، ما أدى إلى عدم تمكن وصول المدرسين إلى الدخول إلى بلدة بيت فريق، ما أدى أيضا إلى تعطل العملية التعليمية بشكل كامل يوم أمس في بلدة بيت فريق. لكن كما تشاهدي دانا، في هذه اللحظات تقوم قوات الاحتلال بإبعاد كل الصحفيين الذين يحاولون توثيق هذه الانتهاكات الاحتلالية بحق أبناء شعبنا هنا في بلدة بيتا. كنا قبل قليل على مقربة من هذه البوابة الإلكترونية التي وضعها الاحتلال أول أمس، وتم يعني وضعها داخل هذا الشارع الرئيسي لمدخل بلدة بيتا في العمق أكثر. بالتالي هذا الحاجز يعني هناك تجديد عسكري مشدد على بلدة بيتا وأهالي بلدة بيتا. كما تشاهدون يعني ضباط الاحتلال نعم دانا، كما تشاهدين هذه مجموعة من جنود الاحتلال يحاولون في هذه اللحظات الاعتداء على المواطنين وعلى الصحفيين. نعم. تم استدعائهم من قبل ضباط الاحتلال داخل أو على المدخل الرئيسي لبلدة بيتا. بالتالي هذه الإجراءات الاحتلالية التنكيلية تستمر لليوم الثالث على التوالي، كما أيضا تشهد نعم. كل الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، نعم. سواء حاجز حوارة ومعبر عورتة وحاجز بيت فريق، كل هذه الحواجز تشهد أعمال تنكيلية من قبل نعم. قوات الاحتلال على كل مركبة فلسطينية تقوم بالدخول أو الخروج من وإلى مدينة نابلس. نعم.